ينضم الينا عبر الهاتف لمناقشه هذا الموضوع من عمان الدكتور صباح علو. اهلا بكم دكتور الى استوديو الرافدين. الحكومه في بغداد اعدت موازنه 2019 على اساس سعر برميل النفط 56 دولارا للبرميل الواحد، الان هبطت اسعار النفط، كيف سينعكس هذا الهبوط على ميزانيه 2019؟ تحية لكم ولقناتكم الرائدة في متابعة الشأن العراقي. حقيقة 2019 كل التوقعات الدولية تشهد وتؤكد عدم استقرار أسعار النفط التي لا تعطي الإمكانية للتخطيط السليم والصحيح خصوصا للدول الريعية كالعراق. ولذلك انخفاض أسعار النفط بوضع موازنة حقيقية للعراق في 2019 لم تكن موفقة بشكل واضح المعالم باعتماد 56 دولار، ولذلك هناك مؤشرات قد يتم اعتماد الموازنة ب 50 دولار، وحتى ذلك لم يكن سليما أو صحيحا لعدم وجود أي شكل من أشكال التوقعات واعتماد الخبراء المتمكنين من عملية التوقعات التي ممكن أن تحصل في العالم من حيث أسعار النفط. ولكن المشكلة الجوهرية والأساسية التي يعيشها العراق منذ 2003 ولغاية اليوم هو وجود عجز في الموازنات، في جميع الموازنات، وكلها عجز مخطط له وليس عجز حقيقي، باستثناء سنة 2016 كان هناك عجز حقيقي يقدر بحدود حوالي 19 مليار دولار، وهذا دفع بحكومة السيد العبادي لعملية الإقراض من صندوق النقد الدولي وإقراض داخلي من البنوك وإقراض خارجي، وهذا حمل الدولة العراقية زيادة في المديونية الخارجية والداخلية، والتي استمرت حالة العجز في 2017 وكذلك 18 التي قدرت في 2018 بحدود حوالي 19 تريليون دينار عراقي، والمتوقع أن يكون العجز في 2019 22.8 تريليون دينار عراقي. إذا مع هذا العجز في الميزانية دكتور، كما قلت عجز يقدر بأكثر من 22 مليار دولار قابلة للزيادة، كيف ترى ميزانية 2019؟ أين يكمن الخلل في تشكيل الميزانية؟ الخلل في تشكيل الميزانية أولا انعدام وجود أي شكل من أشكال الإيرادات خارج إصدار النفط الذي يشكل 90% من الناتج الإجمالي للعراق. ما هي الإيرادات يا دكتور؟ عذرا لو قاطعتك، ما هي الإيرادات التي من الممكن أن يحصل عليها العراق غير النفط في حالة البلد التي تعيش حالة الحرب الآن؟ الإيرادات التي ممكن أن يحصل عليها العراق حقيقة هو تنظيم عملية استيفاء الضرائب، مراقبة الحدود ودخول البضائع وغيرها، كذلك أيضا استيفاء أي شكل من أشكال الإيرادات الخاصة بالملكية العامة للأراضي الزراعية أو الملكية العامة للعقارات أو غير ذلك. هناك حالة من حالات عدم الاهتمام بهذا النوع من الإيرادات، لأن المسيطرين على هذه الإيرادات حقيقة هي القوى السياسية الممثلة بأحزابها منذ 2003 ولغاية اليوم، وهذا حالة من حالات أن تكون الدولة من الهشاشة لا تمتلك مؤسسات حقيقية تتملك إمكانية محاسبة هذه الأحزاب التي تعمل على السرقة والهدر للمال العام. لذلك نلاحظ هناك خلل كبير، لو نلاحظ منذ سنين زيادة في الموازنة التشغيلية دون وجود أي شكل من أشكال التخصيصات الخاصة بالاستثمار
ونحن قادمون على حالة من حالات الدمار الموجودة بعد داعش، التي تحتاج جميع المحافظات إلى إعادة في عمليات البناء والتنمية، خصوصا في البنية التحتية ممثلة بالموصل والرمادي، وكذلك أيضا ديالى وصلاح الدين وكركوك وغيرها من المحافظات التي دخلها داعش. حتى المحافظات التي تدعي الاستقرار تحتاج إلى عملية بناء لبنيتها التحتية المتردية. يعني مع بنية تحتية محطمة إلى هذا الشكل، والعراق لا يستطيع فعليا أن يجهز بنية تحتية بأقل من أعوام كثيرة، يعني كيف من الممكن للعراق أن يسد الديون التي تراكمت هي وفوائدها لصندوق النقد الدولي؟ يعني حذر صندوق النقد الدولي بأن عام 2022 سيكون من الصعب جدا على العراق دفع القروض التي اقترضها منذ عام 2016 كما قلت، وحتى السنوات اللاحقة. كيف سيكون شكل الاقتصاد العراقي والبنية التحتية العراقية في قبل الأيام؟ حقيقة الأيام القادمة، خصوصا حالات الضغط الأمريكي على الاقتصاد الإيراني وحالة الحصار التي تتفاقم يوما بعد آخر، هي التي ستشكل عقدة كبيرة بالنسبة للحكومة القادمة بقيادة السيد عادل عبد المهدي، ومرافقة مع انخفاض أسعار النفط أي انخفاض في الإيرادات وبقاء الإنتاج من حيث النفط للحكومة العراقية التي تقدر بحدود حوالي 3.8 مليون برميل يوميا بما فيها إنتاج كردستان، وحتى لو تمت زيادته إلى 4 مليون لم يتمكن من التعويض عن الخسائر الخاصة بانخفاض النفط. ولذلك اللاحق سنشهد السنة 2019 أزمة مالية كبيرة جدا، وستسعى الحكومة للإفراج عن كل هذه الأزمات المالية المترتبة على انخفاض أسعار النفط، بحيث المواطن سيدفع ثمنها ممثلة بانخفاض الخدمات ورداءتها وسوءها، إضافة إلى فرض الضرائب وغيرها، وهذا ما شهدناه في 2016 و2017 وحتى 2015 أيضا أثناء انخفاض أسعار النفط. الدكتور صباح حلو الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.